ليك الف مبروك لجماهير النادي الاهلي واللعيبه وللجهاز والاداره، وان شاء الله بقول لكم كده ان شاء الله نقدر نفرحكم دايما. اللعيبه والله بتتعب على قد ما بتقدر عشان تفرح الجمهور وتفرح الناس وتجيب بطولات كتير للنادي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. خلاص صفحه السفر اتقفلت، وان شاء الله نفكر في ماتش الترجي، ماتش صعب. وبطوله ديت يعتبر حلم الجماهير الاهلي، بطوله افريقيا ان شاء الله نحققها، وانا واحد من ضمن اللعيبه يعني اللي نفسي اخد افريقيا، وان شاء الله باذن الله ناخدها باذن الله. شفت النهارده جمهور النادي الاهلي ازاي في المدرجات؟ الاستاد متقفل 32,000. لا والله بشكرهم جدا وبقول لهم مبروك وشكرا، سندتونا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وبشكركم على الدعم ده، ودايما في ظهرنا في كل مكان، في بالرحوف في اي حته. وبنشكر طبعا دوله الامارات على التنظيم الرائع ده، والحمد لله يعني بطوله مهمه ودخلت رقم النادي الاهلي باذن الله. 120 دقيقه ماتش كان صعب شويه. ماتش كان صعب، وفرقه انت لسه واخد منها بطوله من 20 يوم، كان ماتش صعب طبعا، بس انت الاهلي طبعا متعود على المواقف الصعبه دي. الحمد لله قدرنا نرجع بالبطوله الحمد لله. طبعا محمود متولي النهارده خضنا عليه، متولي خضنا عليه جامد. والله اتخضنا عليه جدا طبعا، كلنا يعتبر كنا عيطنا وكنا خايفين عليه جدا، بس الحمد لله ربنا قومه بالسلامه ورجع لنا بخير، وان شاء الله نطمن عليه تاني يعني باذن الله. طب كوكا قاعد ساكت جنبك ليه كده؟ مش عارف، ماسك الموبايل وقاعد عمال. كوكا ده من احسن اللعيبه اللي في نص الملعب، ربنا يكرمه. بقول له كنت لسه بتكلم معاه من شويه، بقول له ربنا يكرمك، ولاعيب كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله المستقبل ليه باذن الله وربنا يكرمه. ثانيه واحده، انت تمسك المايك كده وانت تتكلم معايا، قول لي انت شايف ايه الايام اللي جايه دي، وشايف ماتش النهارده ايه؟ انا ببارك للعيبه طبعا، وبارك لك انت، وشكرا على كلامك يا مارو. مالو من اللعيبه المحترمه اللي دخل في وسطنا بسرعه وماشي بشكل كويس قوي الفتره اللي فاتت دي، فربنا يكرمه ويكرمنا كلنا ان شاء الله. ومبروك للعيبه والنادي الاهلي، وان شاء الله بطوله افريقيا والدوري باذن الله. حبيبي يا كوكا، حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي الفتره الجايه. وعلي معلول اتنين اهو ده يا جماعه، نقول له يعني ربنا يكرمك. وشفت الماتش ازاي؟ وشفت يا مارو انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حبيبي، انت شايل نص الملعب ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك كمان وكمان يا مارو. حبيبي علي معلول اتنين يا جماعه، مستحق كل خير حبيبي.